مدام إيفا، حضرتك أول سيدة تحصل على منصب عمدة. شايفة أن السيدات المصريات بتوصل لمناصب القيادية بسهولة، ولا ده بيحتاج جهد كبير منهم ومش بالسهولة اللي احنا متصورينها؟ لا، هي الحقيقة أنا يعني من وجهة نظري مش فكرة جهد، لكن هي فكرة إيمانها هي بنفسها. يعني لو هي مؤمنة ان هي عندها القدرة دي، وان مفيش فرق في اي حاجة هي عايزة توصل لها، ما هي خريجة حقوق، ما هي بتدرس قانون، ما هي بتخرج. انت عارفة عمل المحامية صعب جدا، يعني اي مهنة انت بتبي روحي المكان محدد فيه. يعني الطبيب بيروح المستشفى، المهندس بيروح الموقع بتاعه، لكن المحامي ممكن كل يوم في منطقة، النهاردة في المحكمة الفلانية، بكرة هنا، بعد بكرة عنده خبير، بعد كده عنده معاينة لكذا أو عندها. فإذا كانت هي عندها القدرة إن هي تعمل كذا، ده من باب الجهد، ده من باب أولى إن هي ممكن تكون أي حاجة يعني، بس هي تبقى مصدقة ده. يعني محدش مال دماغها إنك أنت مرأة وإنك أنت ده مش هتقدري تعمليه. لا، اديني فرصة. يعني أنا دايما أقول حاجة، أخد فرصتي كتجربة، لأن مش كل الرجال على نفس القدرات. يعني حضرتك شفتي ده، دخلني وشوف قدراتي، نفعت تمام، ما نفعتش المسألة، ما الدنيا مش حد. لكن مفيش صعوبات بتقابلها المرأة في إنها توصل لمناصب قيادية؟ يعني بيبقى بسهولة إن هي تختار بشكل مساوي للرجل، ولا لو هي بتفضل إيمانها هي؟ أنا ما بقولش أي حاجة، أنا بقول كقانون أنت عندك البساتير المتعاقبة، المساواة بين مش عارفة إيه، دون تمييز بين الجنس والنوع والعقيدة، ده موجود دستوريا كويس، وبعد كده حقيقي بيتعمل قانون. بعد ما بيتعمل القانون بتبتدي تسمعي لا 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 لا، اصل المراه غير قادره، المراه ما تقدرش تكون قاضيه لان عندها ملابسات معينه، ما تقدرش تكون عمده علشان عندها مش عارفه، ما تقدرش تكون رئيس جمهوريه علشان ما تقدرش ما تقدرش. انت قلت الكلام ده بناء على ايه؟ هل انت جربت؟ احنا جربنا المراه كوزيره ونجحت، جربنا المراه كطبيبه ونجحت، جربنا المرأة كمهندسة ونجحت. أنا عندي مهندسة بتنزل مواقع تبع المحافظة في أسيوط، أنا عندي المحامية ونجحت، أنا عندي كامرأة معيلة كأسرة وده أصعب ونجحت بالعكس. فأنت بتحكم عليا بناء على إيه؟ مش لازم تاخد خبرة وتاخد تجربة وبعد كده بناء على هذه التجربة تقول. يعني كمنصب مثلا، بالنسبة لمنصب العمدة كمنصب جديد، اعتقد اني نجحت الى درجه كبيره، الى درجه كبيره. مش هقول لك خدت مني جنب، لكن هو الاسلوب مختلف. انا عمده امراه زي ما خلقني ربنا، بفكري بقناعاتي، انا صوتي مش هيعلى علشان اشخط في حد عشان ابقى راجل، لان مش ممكن اكون عمده راجل، لان هو ليه مواصفات معينه وانا ليه. ربما انت جربت مواصفاتك في حاجه معينه، طب جرب مواصفاتي انا كمان، ربما انا انجح. انت بتقول بالعكس هي عندها قدره على الانصات، هي عندها قدره على انها مش عواطف، لا لا لا، هي مش عاطفيه صدقيني. يعني هما بيقولوا المراه عاطفيه، بالعكس بالعكس، هي عنيده. طب انا هقول لك، أنا أحيانا لما كانت تجي لي مشاكل بين راجل وراجل سهل جدا تتحل، لكن لما كانت بتبقى بين مرأة ومرأة هنا بتلاقي، بحس إيه القوة دي اللي بيقولوا المرأة ضعيفة؟ لا، هي مش ضعيفة، كنت أضحك وأقول لنفسي بيقولوا المرأة ضعيفة، هي فين ضعف المرأة ده؟ يعني كنت تلاقي قمة التمسك بالرأي فين وفين على ما تدخلي معاها بشويش وتحاولي تقنعيها انك انت هنا لا، او هي هنا وانت هنا وهي هنا لا، وتبتدي تحاولي. يعني كانت بتاخد جهد، وده معناه مش الضعف اللي هما بيقولوا عليها، مش ضعيفه ولا حاجه، هي كل ما فرض الموضوع ان هي اطلق عليها ده، وفي البعض صدق وصدق، وفي البعض خدها نوع من انثى بقى ومراه وضعيفه وحاجات كده. لكن هي لو بصت لنفسها على ان هي كيان زيها زي الراجل،
وامنت ان هي عندها نفس القدرات. ما اعتقدش هتلاقيها في الجيش، في الداخليه، في، انا بقول يا ممكن تكون وزير الدفاع على فكره. ده وزير الدفاع ما بيمسكش سلاح، هو مجرد تخطيط. هو كان اصلا بيمسك سلاح. انا بقول مثلا تبعت كان اصلا بيمسك سلاح، عندها قدره انها تمسك سلاح. انا هقول لحضرتك حاجه، الفرق يعني انا وانا طفله، انا فاكره مره سمعت، كنت طفله صغيره وحد اطلق فانا اتخضيت، ففي حد كان ماشي معايا فبيقول بويا دي ايفا وانا ماشي معاها مش عارفه مين، طلعت منه طلقه نار فاتخضت. فهو كان عنده سلاح مرخص يعني، فجي خدني بالراحه كده اللي عشان ما تتخضيش من اي حاجه، تعالى انا اوريك. المهم وعلمني ازاي اضرب طلقه مره بتاع، انا اتخضيت كتفي ده طبعا ما استحملش. البندقيه كانت بندقيه الماني، والالماني يعني تلاقيه الطلقه بتاعته جامده، فمش ابتدى معايا بحاجه يعني كده، بس هي اللي كانت كده. فاول طلقه والثانيه خلاص. ومع ذلك انا بكلمك بامانه، انا ما احبش حمل السلاح، ما احبش استخدامه يعني، ما احبش يكون عندي يعني. انا وانا عمده كان من حقي ان انا يكون عندي ارخص سلاح، وانا في الشورى من حقي، وقالوا لي ليه لا، طب هعمل له ايه يعني، هي مش حكايه يعني، لكن عندي القدره اقدر اعرف يعني. لو تدريب، انا بقول لك اول مره اتخضيت، تقدر اول مره اضرب سلاح اتخضيت يعني خفت، المره والثانيه مساله مش يعني، اي شيء في الوجود تتدربي عليها تعمليه صح. حضرتك ترتيبك في اخواتك كام؟ انا في اخواتي ثلاثه فوقيه وثلاثه تحتيه الميزات. طيب مع ان لما حضرتك بتتكلمي عن رعايه الوالد ليكي بحس كانك وحيده. لا 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 لا، لان هو او كنت الاقرب. هو كان، لا 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 خالص، هو اب جميل يعني، انا عشان كده بقول لك انا كان عندي اب متميز. كل حد فينا في وقت معين مقرب لي، وكل حد فينا عارف عيوبي وميزاتي وعارف عيوبها وميزاتها كده، فعارف احنا مين. انما انا بتكلم يمكن لاني فتره بعدت عنه، اللي هي فتره اعدادي وثانوي والجامعه والتخرج، فالطفوله بتاعتي لما جيت رجعت حاسه ان الراجل ده انا يعني كنت بحبه مستقبلا. فجات الفتره الاخيره اللي رجعت منها من القاهره، كان السن بقى والحكمه مش ابويا اللي بيدلعني وبيعمل كذا، لا ده بقى زاد كمان يعني. هو يعني كنت شايفه فيه مثل اعلى؟ هو صدقيني مش بس مثل اعلى، انا دايما لما حد يتكلم على الاب اقول انا شايفه ان هو يعني، في البلد كان يقولوا العمده باختياره اللي بدع دلع البنات. احنا ست بنات وولد، كويس، كل بنت فينا ليها حياتها معاه يعني، من الرضاعه رغم ان هو كسمعه وراجل ومش عارفه ايه ومسمع في المجتمع، واحنا جايين لكن هو الاب جميل. واحنا جايين لحضرتك كنا بنسمع عنه انه كان قوي جدا وكان كلمته نافذه في المكان، والناس كانت بتهابه. وجوه البيت هو اب ممتاز. طيب ايه فكره العمده كانت جايه لك من ايه؟ ولا يعني انا عارفه طبعا ان حضرتك الاول كنت عضو مجلس محلي. ايوه. وبعدين عضو مجلس شورى. انا ابتديتها صدقيني عضو مجلس محلي مركز، وبعد كده مجلس محلي محافظه، وبعديها اخذت منصب العمده، وبعدين عضو مجلس شورى. تمام. معظم المناصب اللي حضرتك حصلتش عليها بالاختيار. المجلسين كان بالانتخاب، المركز والمحافظه. شايفه ان عندك شعبيه في بلدك بالدرجه دي؟ يعني انت كده اديتينا فكره ان الست مش مضطهده في القرى، وبالعكس الناس بيوزنوها على اساس كيانها كبني ادم كانسان مش على نوع. بصي هقول لحضرتك، انا في فتره المجلس محلي المركز، طبعا محلية المركز بتخليكي بتجمع كل اعضاء القرى، احنا سبع قرى ام او وحدات محليه، وكل وحده محليه متفرع منها، فانت عندك المجموعه دي عندك معاكي في مجلس محلي المركز. كانسانه
انا ما بحبش المجامله، دي رقم واحد. رقم اتنين، ما بحبش ابقى شايفه الخطا وممكن اعمل لك حاجه استثنائيه. يعني ما اقدرش تجيلي وتقولي لي انا عايزه اعمل ده وانا عارفه ان ده غلط بالنسبه للدوله، هقول لا. يعني كعضو مجلس محلي ما كنتش مثلا معارضه لمجرد ان انا ابقى كده، لا والله انا شايفه ان رئيس المدينه كان معاه حق في المساله دي، فاقول للاعضاء احنا ليه بنعارض ليه؟ طب ما نجرب نشوف. كويس، يعني انا هحكي لك واقع على مجلس المدينه ده. كنت في مره، احنا عندنا في ديروت كوبريين، كوبري تحول مع الوقت الى سوق خضار وفاكهه وحاجات كده، واصبح المرور العربيات فيه شبه مستحيل. الكوبري الثاني كان لسه، ففوجئت بان حد من اعضاء البرلمان وقتها يعني جاي وصي على ان واحد هيبيع شويه ترمس بالليل في المغربيه على الكوبري، وان اللي اسمح له مش عارفه ايه وكده، وحرام ومش حرام والكلام ده يعني. فانا الحقيقه وقفت، قلت لا، لان انا لو ابتديت ببذره خطا قليله، ده زي ده وزي ده وزي ده، وهيتقفل الكوبري يبقى زي الكوبري التاني. الراجل طبعا ده عليا كان موجود، وما لا حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت بضحك، قلت له ربنا مش هيسمع لك لاني ده خطا، واصريت انه ما يتحطش على الكوبري. طبعا الزملاء استغربوا ان انا خدت الموقف ده لوحدي، انا لوحدي اللي وقفت واصريت انه ما يكونش موجود، ولاني على حق ما قدروش ياخدوا قرار ويخلوه يحط الكشك بتاعه ده الصغير على اول الكوبري ويقفلوه حتى هذه اللحظه. ايه دور العمده؟ العمده محكم، يعني دوره هو فصل بين طرف واخر، يعني مش اكتر من كده. وهو بيجي له يعني، او بيجي لها سوري، يعني هو بيجي لها او يجي له برضه مشكله. والله بيجي حد بيقول مثلا انا فلان ده تعرض لي كذا 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 كذا، فبسمع بيسمع الطرف الثاني ويحاول يقرب وجهات النظر. شايفه حضرتك لو العمده قام بدوره الحقيقي هيخفف العبء على القضاء والشرطه، العبء على مركز الشرطه، احنا نقول عليه المركز اسم الشرطه في كده، يقولوا عليه مركز الشرطه، هيخفف عبء هناك، هيخفف عبء على القضاء، لانك انت لو انت ما حلتيش المشكله هيصعدها لمركز الشرطه، مركز الشرطه يعمل له محضر، المحضر يروح النيابه، النيابه هتوحي له للقضاء، يبقى انت حليتي المشكله من الاساس. ده دور العمده من 2010، ده كان اخر علاقتك بدور العمده. هو الحقيقه ما كانش نهايه عشان اقول انينا، لان الفتره لغايه 2014 ما كانش في عمده في البلد. تمام، فكنت تقريبا قايمه بدور العمده يعني بشكل ودي. بشكل ودي وبرضه بشكل اعتيادي، ان الناس اخذوا خلاص اتعودوا انه لما يكون عايز حاجه بيتصل بيا على اعتبار ان هي المسؤوله، يعني الى ان تم تعيينه. راي حضرتك في ثوره يناير، ثوره 30 يوليو يونيو؟ ربما كلامي ده يمكن بيزعل كتير، يعني انا 25 انا ما بعتبرش ثوره، لسبب، لان ثوره يعني قد تكون ليها دور، لكن ثورة نقلتني، يعني حتى لو كنت في حالة استقرار كده، لكن فتحت علي أبواب جهنم. أنا اعتبرت إن هي فتحت علينا أبواب جهنم، لأن من الثورة دي أنا دخلت في أمور لم، يعني أنا كمصرية كنت مش مصدقة إن دي مصر. أنا بكلمك بأمانة شديدة، أنا يعني كنت مش دي بلدي، لا، لأن كانت أمور غريبة. الفكر نفسه هي مش فكرة الناس، الأفكار اللي بتختلف دي اللي بتخلي كل مجموعة لوحدهم. الدنيا بقتش دولة، يعني هي تحولت إلى مجموعة قبائل، رجعنا تاني قبائل عايزين حد يقول قبيلة الفلانية القبيلة الفلانية القبيلة الفلانية تعالوا إحنا نعمل دولة بالظبط. فهي 25 يناير قسمتني كويس، ومع ذلك برضو عشان اكون امينه في كلامي بقول هي عارفه عندنا في المسيحيه يقول كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله،
وفي الإسلام يقول عسى وأن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأنا بقول هي عملت فتحت لي الـ 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 الحاجات اللي أنا ما كنتش شايفاها دي، وخرجت كله وخلتني أشوف كل السلبيات اللي موجودة. أنت لما تشوفي العيوب تبتدي تصلحي. ده هي اللي عملته، إن هي جابت يمكن اتألمنا. يعني أنا بالنسبة لي السنة أو الاثنين أو الثلاثة دول كانوا من أسوأ سنين عمري، لسبب لأن أنا دايما كنت أقول لهم يا جماعة أنتوا دول بيحبوا الفلول، جزء من الكيان هذا الوطن مصريين بينتموا لحزب معين، فيهم السلبي وفيهم الإيجابي، فجأة بيقول لك أنت فلول، أنت ما تشاركش، أنت تتعزل، عزل كل من هو حزب وطني ومش عارفة إيه. طب أنا واحدة منهم. حاجة تانية، المرأة ما كانش فيه واحدة بتتكلم في التلفزيون غير شخصية واحدة اللي هي باكينام، مش كده برضو؟ يبقى دي أنا مرأة، يبقى أنا فلول ومرأة. والأقباط دول بقوا رعايا يتحطوا بقى، نشوف هنتعامل معاهم ازاي. الجماعة دول كانوا لسه بيعدوا ايه الله أعلم. فأنا كنت أقول لهم يا جماعة ده الواحد بيبقى عنده حاجة واحدة وبيرجع خطوة، وأنا عندي ثلاثة، هروح فين في المجتمع ده؟ رجعتي خطوة لورا؟ ثلاثة في الوقت ده؟ فلول ومرأة وقبطين. في الوقت ده أنا دخلت وقلت الباب اللي يجي منه الريح سد واستريح. ده تغيير في شخصيتك في اللحظة دي؟ لسبب، لأن أنا بطبيعتي ما أحبش الصدام. إن لا، أنا ممكن أتصادم، أنا ممكن أتصادم وهاخد حقي، بس لما يكون التيار قوي جدا أنا ما أقدرش أسحب ضد التيار لأني هغرق، يبقى مش هفيد الناس. صحيح. يبقى أنا غرقت استفدت إيه؟ أنت ما حدش سامعك. ده واحد زي ما يقولوا جوه أوضة مكتومة الصوت وبيصرخ، مين هيسمعه؟ وانت المجتمع بتاعك كله وما ده. انا فاكره وقتها بعض القنوات المصريه يقول لك كل حزب الوطن يقول لنا الفزاعه، عامل لنا الاخوان فزاعه. طيب يا عم اديك جبتهم، دلوقتي بتقول عليهم ايه؟ اديك جبتهم، عملت ايه؟ انا ما بقولش ان النظام اللي قبل الاخوان كان نظام 100% تأكيد، الكمال لله في سلبيات ودلوقتي في سلبيات وبكره هيبقى سلبيات، وفي الغرب في سلبيات وفي امريكا في سلبيات وفي هنا كل مكان لازم يكون في سلبيات وايجابيات. لكن احنا كبشر، احنا كبني ادمين عايزين ايه من البلد؟ عايزين ايه؟ عايزين نبقى وحده واحده، عايزين نخاف عليها، عايزين نشتغل لها، عايزين نبقى مع بعض، ما عايزينش حد يقول لك لا ده مسلم، لا ده مسيحي، لا ده شيعي، لا ده سني، لا ده اخوان، لا ده مش عارفه ايه. وكل شويه حد بيطلع وبيعتبر نفسه المسؤول. مين قال لك ان انا مسؤوله منك؟ فلما يجي حد يتكلم باسم المصريين او باسم كذا اقول له انا ارد عليه في التلفزيون صدقيني، بقول له ومين قال لك ان انا مسؤوله منك؟ انا مش مسؤوله منك، انا مسؤوله مني، وده مش رايي. فاصبحت اللي انت بتخطي خطوه عشان تقولي ديمقراطيه اصبح في تكميم، ما بقتش بقى في تكميم للافواه، يا اما تبقي مع يا اما تقفلي بقك وتسكتي. وبقت ظاهره كمان غريبه جدا، ظاهره ان ما بقاش في الاحترام. يعني ما بقاش في، يعني حتى اتربينا على قيم، هتلاقي وزير تقول له حضرتك، اتربينا على ان الكبير في السن اقول له حضرتك، المسؤول لازم اديله احترام. انما انت كانوا بيتباروا، القنوات كانت بتبارى تتبارى لما تجيب وزير ويهزقوه او رئيس وزراء وينزله من شأنه. ده انت لو جبتي حد كبير، مش هقول لك ابويا او امي او اخويا الكبير، لو حد كبير وانت بتتكلمي معاه اتعلمنا نقول انا حقيقة، يعني انا كنت الحقيقه اتمسحت القيم المصريه، اتمسحت. وبتقولي لي ديمقراطيه دي؟ لا، الديمقراطيه دي انا مش عايزاها. انا عايزه زي ما انت من حقك تقول رايك وتقول صح او خطا، انا كمان من حقي تعالى نقعد ونشوف. انت بتقول واحد اتنين تلاته وانا بكمل عندك بقول لك اربعه خمسه سته، ونشوف واحد اتنين تلاته دول رقم اتنين صح عندك ورقم اربعه عندي صح، تعالى نحطهم ونقعد نشوف بلدنا عايزه ايه. لكن مش كل حد عايز يبقى قيم عليا،
يبقى قيم يعني يبقى يعني مش كده. فاحنا في فتره مرينا بيها حقيقي القيم فجاه كده زي ما تكون مسكت. انا يعني لما جم بيقولوا لي قلت لهم احنا عملنا زي واحد ماسك سبحه بيسبح بيها وفجاه اتفرطت منه السبحه دي. علشان يعملها سبحه تاني عايز وقت مكفي في الارض يدور على خرزه خرزه ويرجع يضمها. انما مش فجاه كده. احنا عايزين فجاه من بيبي يبقى راجل. لازم نمر يا جماعه بمراحل شويه بشويه علشان نبقى زي ما انتوا اتدربتوا وقلتوا والله كل ما يكلموك يقولوا لك الغرب. طيب انا كمواطنه مصريه مش كل حاجه في الغرب بتعجبني. انا بكلمك بامانه مش كل اللي في الغرب بيعجبني. في حاجات حلوه تعالوا نجيب الكويس، لكن مش كل غربي يبقى لازم نبقى صوره طبق الاصل من امريكا او صوره طبق الاصل من اوروبا. لا، ليه ما نبتكرش احنا نظامنا وديمقراطيتنا بدل ما ايه؟ انا حتى تعبير حقوق الانسان ده يا جماعه امال فين واجباته؟ يعني هم دايما يقول لك حقوق الانسان، طب واجبات الانسان فين؟ انا هدي له حق بس هو قام بواجبه؟ اذا كان قام بواجبه يبقى الطبيعي جدا ان هياخد حق. طبيعي ان هياخد حق. في قوانين لو انا طبقت القانون ده ما حدش عندي حاجه. ده في مثل عندنا في العراق يقول لك امشي عادل يحتار عدوك فيك. هتتعود هتختلف هتضربه هيضربك. يعني مجموعه قيم اندثرت عندنا. بس اتمنى يعني انا من النوع على فكره برضه رغم كل اللي كان بيحصل ده لكن كنت بقول لا انا واثقه ان المصري دي كل الامبراطوريات جت ودخلت مصر ودول العالم دخلت مصر. احنا محتلين من فجر التاريخ. المصري بقدره عجيبه هضم كل الثقافات دي ورجع تاني المصري المميز. المصري المميز اللي هضم الهكسوس وهضم الرومان وهضم اليونان وهضم الفرنسي وهضم الانجليز والعثمانيين والتتار وحتى المماليك. كل الناس دي دخلت مصر. مصر خدها وهضمها، معدته تخدم الحديد. هضم كل الثقافات دي وعمل الشخص المصري المميز في العالم. فكان عندي اقول مش مشكله اللي خلانا هضمنا كل الثقافات دي، امبراطوريات قويه دخلت عندنا ولنا شخصيه مميزه. فهيجي الوقت اللي هيخلينا نهضم ده ونقوم تاني مصريين. صدقيني انا مش بقول لك الكلام ده تاريخ ولا ثقافه، ده ايماني. المصري يختلف عن كل. واعتقد ان العالم بيدرس المصريين شخصيتهم طبيعتهم انه بيتعايش طبيعته. عمر مصر ما كانت دوله غازيه. لما تيجي ترجعي للتاريخ هتلاقينا يعني حاجات بسيطه كده لما الفراعنه راحوا خدوا حاجه بسيطه كده. لكن حتى وهي امبراطوريه قويه امبراطوريه محدوده غير الفارسيه وغير الرومانيه وغير العثمانيه. احنا لا نغزو الاخرين. احنا عايزين شعب عايز يعيش في سلام في ارضه اللي ارتبط بيها. احنا مالين نقول عايزين نروح مش عارفه الصحراء دي ونوزع مش عارفه مين. مصري مرتبط بالبلد. حتى صدقيني يعني انا ليا ناس كتيره هجرت يرجعوا يقولوا لك ليها طابع. انا دايما اقول جمله يعني اقول لهم ما حد يسالني اقول لهم يا جماعه انا بحب مصر بكبتها كده بترابها بشمسها بجواها بازهارها بكنيستها زي ما هي كده. انا واخداها كده ما اقدرش انفصل عنها وهي مش كده. تتحسن شيء كويس لكن برغم كركبتها انا بحبها زي ما هي. انا عايزه بلدي تفضل زي ما هي، مش عايزه حد يدخل فيها حاجات مش بتاعتنا. وصدقيني انا يعني مش عارفه اذا كنت استنى او هعيش لغايه لما اشوف اليوم ده، لكن صدقيني هيجي وقت وهترجع مصر مش فكره قوه عسكريه او قوه للعالم، مصر المتربطه، الانسان المصري. لان دي جيناته. لانه زي ما بقول لك الجريك كانوا عايشين هنا في مصر ولما خرجوا مصر يقول لك بس مصر. طبيعته، ابتسامته، نكتته. احنا الفترات اللي فاتت دي حتى النكته بتاعتنا راحت. احنا ممكن نسخر من نفسنا
يعني ممكن ابنك يعمل تصرف وتلاقيه ضحك على خطأه، على خطأه هو، احنا ممكن نضحك على خطأه. بس اتمنى ان الايام اللي جاية اللي غيرنا ان احنا حبنا ليها يبقى تنفيذ القانون على نفسي. انا دايما اقول لما امشي في شارع، صدقيني حتى لو الشارع مكتب ومحطوط على الرصيف حاجات وحاجات كده، من وسط الكركبة دي وراح ماشي الراجل يبص لي اقول له اصل ده حق، لكن الشارع مجرى الشارع ده مش بتاعي، عشان لو قصتني عربيه هخبط اضحك اقول له لان انت واقف مكاني، لكن في وسط الشارع ده مش مكاني. لو احنا يعني صدقيني، يمكن حادثه المرور دي انا من فتره طويله اقول لو احنا تعلمنا نحترم القانون في الشارع هنحترم القانون في كل شيء. لو تعلمنا يعني حاجات بسيطه صدقيني، بس المهم انك انت تعملي القانون ده ويطبق بحزم على السيسي قبل فرحات الغفير اللي عندنا في قنبله. كويس. وانا شايفه من وجهه نظري، مش لاي حاجه تانية، انا شايفه ان الراجل ده بيحاول يكون صوره مثاليه، يعني بيحاول يكون انا اطبق عليا قبلكم. كويس. فاعتقد ان انا لو لقيت المحافظ والرئيس وضابط الشرطه والطبيب اللي في المستشفى بيدخل المستشفى ويقوم بعمله، ما يخرجش من المستشفى عشان يفتح العياده، يبقى في رقابه. مش هي الرقابه صدقيني، القانون ده مش هيحتاج اكتر من سنه واحده نبقى ملتزمين بيه زي اول يوم طبقناه، هيحصل تواتر، هنتعود. هي مساله تعود مش اكتر، احنا تعودنا على الكركبه نتعود على النظام. يعني لو حضرتك من اول ابنك ما دخل المدرسه وعلمتيه ان الشنطه بتاعتك هترجع بيها تحطها في المكان ده، حطها في مكان تاني، رديتي هتلاقيه اوتوماتيك واخدها وراكنها في مكان. واحنا ما احنا يعني هي الام زي ده زي ده زي ده زي الشيخ، لو اتعود ان هو يتحط حاجته في مكانها هيعملها. لو اتعودتي انك تقعدي في سكه الحديد في قطر وتعرفي ان القطر ده بتاعك، ان لو اتعطل انت شفتي لما القطارات تعطلت عملتي ايه؟ عملنا ايه؟ كلنا اتسوحنا. صحيح. واخده بالك؟ فاذا حسيت ان دي بتاعتي، دي ملكي، البلد دي بتاعتي، ما حسيتيش ان هي غريبه زي الافكار اللي طلعت، لا ومش عارفه الحته دي نوديها فين ودي نوديها لمين؟ ازاي؟ اخد اوضه النوم بتاعتي واديها للجيران، واخد السفره واديها مش عارفه ايه، واقعد انا هنا علشان ارضي ده ليه؟ دي مش انانيه، لان هو عنده. خلينا يعني انا دايما اقول خلينا نقفل على نفسنا شويه ونطبق القانون علينا. وانا اول واحده دايما اقول لهم انا اول واحده هعمل كده. حضرتك تقولي وانا اول واحده هعمل كده، وانا 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 كلنا. احيانا لما نبقى في مجتمع في تجمع وحد بيلقي محاضره، تبص تلاقي اتنين بيتكلموا، لو كل واحد فينا قال للتاني هص هص الدنيا هتبقى زيطه. زي ما بيقولوا في الصعيد زاطت، زاطت يعني بقت زيطه يعني صوت عالي، صراخ، حاجات كده. لو كل واحد فينا التزم ان هو يسكت نفسه هيسمع كويس، والراجل بدل ما ياخد ساعه في نص ساعه ونروح. لكن الدوشه دي بتخلينا كلنا مش مستفيدين، وكلنا بنسكت نفسنا، كلنا بنسكت بعض. زي ما بيطلع حد في التلفزيون يقول لك وانا رايي، طب حلو خالص رايك، بس انا رايي غير كده. اسمع رأيك. سمعته؟ انت سمعت رايي؟ انت اتهمتني ان انا كذا، انت شفتني؟ انت شفت ان انا فاسده؟ انا من النظام الاسبق زي ما بيقولوا، بس انا مش فاسده. بالعكس، انا واحده بتحب بلدها، انا واحده حاولت تعمل حاجه معينه، واكم افراد بالشكل ده. فدايما نقول ما نعممش، ما عممش الحكم، لانه اذا انت عايزها ديمقراطيه حقيقيه بقى ما تعممش احكامك، لان زي ما انت الراي والراي الاخر، اسمع ده وده عشان تبقى ديمقراطي. ده انت لازم تبقى ديمقراطي في بيتك مع اولادك، نشأها جوه البيت، بعد كده الدولة هتبقى ديمقراطية. ما تبقاش ديمقراطية تتكلم كده وترجع في البيت أمر نيم، اسمع رأي طفلك، اسمع رأي ده، اسمع ده، نسمع بعضنا. احنا كلنا دلوقتي بنتكلم، كلنا
وانا قاعده بسمع الحقيقه. يعني مصريين بيتكلموا وانا قاعده بسمع من فين؟ انا حتى يعني في بعض مثلا الائتلافات بتيجي تقول لي بالنسبه للبرلمان كده، فبقول لهم الحقيقه انا لغايه دلوقتي مش قادره انضم لحزب معين بالتحديد، لان انا كئيبه ليا نظام، انا ما بحبش التنطيط، ما بحبش النهارده هنا وبكره هنا وبعد مش عارفه مع ده، لا انا امنت فكره معينه. حتى كل مكان له سلبيات وايجابيات، اوكي انا شايفه الايجابيات بتاعه المكان ده تتناسب معايا وسلبياته انا هغمض عيني عليها لغايه ما اصلحها كويس. فما اقدرش اروح مكان وبعد شويه كده انقل اروح مكان تاني، لا. فاللي عايزني انا مستقله. ما ينفع حضرتك قدمتي مجهود كبير في الفتره اللي حضرتك كنت فيها عمده لبيروت، عايزه تقدمي ايه تاني؟ هي لو قدمت لبيروت انا بالنسبه لي بعتبر قدمت لجنسي، تمام، للمراه، انك انت كوني كما تشاءي كما تشائي بس اشتغلي. وانا برضو الجمله دي دايما بقولها، بقول كل منا زي الفلاح المصري، حطي بذره وتبعيها، رويها وحرطي الارض ونظفيها واعملي هتنمو وتكبر. اي حاجه في الدنيا محتاجه منك ممكن يكون جهد بسيط بس متابعه. انا بالنسبه لي بقول يا ايفا صح اللي انت عملتيه، انك انت قد تكوني اخترقتي مجال ما كانش كان مقصور فقط على الذكور، مجرد انك انت تفتحي توربي باب تقولي لا ده انت تقدري تفتحي ابواب ثانيه وثالثه ورابعه وخمسه كويس. فمنصب العمده محدش مره بيسالني بيقول لي انت اول عمده، قلت له اه ما شاء الله يبقى فيه عمده واثنين وعشره وعشرين، قال لي انت اول واخر عمده، قلت له ما تزعلش بس في النهايه في اثبتت في ان هي عمده، لا مش بس في عمده واثبتت جدارتها وقدرت تقوم بالدور ده صح. ولو مش مصدق روح اسال مدير الامن ومركز الشرطه قول لهم العمده دي اللي في كنبوها جابت لكم كم محضر شرطه؟ هيقول لك ما جابت لناش ولا محضر، خلصت كل المحاضر بتاعتها في بلدها باستثناء محضر او اثنين، ودول انا اللي وديتهم بمزاجي لان كان لازم يتعاقبوا، فانا مش هقدر اعاقبهم، هعاقبوا ازاي؟ فانا يعني اصريت ان حتى مجرد ان هم يروحوا ويتعرف ان الجرم ده هم عملوه. طبعا انا مش هقول الواقع ده، لكن في النهايه عمده واحده لكن قدرت، وما عندكيش لا في اسلام ولا في مسيحيه ولا في يهوديه حاجه بتقول لك دخلها واقفل عليها خالص. لقد خلقنا الله احرارا، خلقني منه، اذا كنت انت ناقص حاجه هيكون الناقص عندي، يبقى انت ناقص في الاول، لان انا صوره منك، انا صوره منك، انا اتخذت منك، فانا مش ممكن هكون اقل منك خالص. ان ما كنتش هتميز عنك واخد حاجات تانية من السلبيات بتاعتك اتعلمها، لكن مش هيكون ان انا اقل او ما عنديش القدرات او العقل. النهارده لما كانوا بيقولوا لا ما فيش طبيبه جراحه، النهارده في طبيبه جراحه، مش كده؟ يعني انا عايزه اقول بالنسبه لي ممكن اكون مش عايزه اقول اكتفيت، الانسان طالما موجود على الحياه يبقى عنده دفعات تانية وتالتة، طالما موجود ناوية ترشحي نفسك مرة كمان؟ أنا احتمال يعني أرشح نفسي للبرلمان في الوقت الحالي، لأنه شعب للشعب، لا ما فيش شورى دلوقتي ما خلاص لكن برضو المسألة دي خاضعة لأمور كتير. أتمنى ان يجي برلمان قوي، مش قوي بمعنى ان كل شويه، يعني برلمان متفاهم، برلمان تهمه مصر، يهمه الاستقرار، ما يهموش الآن، لان الآن في الوقت الحالي للاسف الشديد موجوده، انا قوي انا ضعيف انا مش عامل انا كده. يعني الفترة اللي جاية محتاجين نتنازل عن الآنة ونخلينا كلنا حاطين عينينا عليها على مصر.
يعني محتاجين كلنا ننجحها ونخليها قوية. يعني أنا بمثل ساعات بقول لهم هي ما نامتش، هي ما وقعتش، كل ما في الموضوع إنها تعبت فنزلت على ركبها. عارفة لما واحد قوي يقع يثبت نفسه كده فينزل على ركبته ويروح قايم، بقول لهم يا مصر عملت كده، نزلت على الركبة، عايزة بس تقف، عايزة تقف على رجليها تاني، وبعد كده نشتغل زي ما انتوا عايزين تعملوا ايه. لكن ما ينفعش نبقى في حاله تظاهر على طول، ما ينفعش نبقى في حاجات فقويه على طول، ما ينفعش، لاني انا مش انا اضعف من ان انا اعمل ده. انا كمصر لسه محتاجه تنفض التراب اللي جه عليها، الحاجات اللي جت عليها دي محتاجه تشيل الغبار ده وتقف تاني، وهتقف صدقيني، بس ناخد خطواتنا احنا يعني نصدق، وما حدش يضحك علينا ويقول لنا. يعني في احيانا يصدروا لك حاجه كويس وهو ما بيعملهاش. انا بكلمك بامانه شديده، مثلا جم في فتره قالوا سن الطفوله، وصدر تشريع ان سن الطفوله 18 سنه. انا بعتبر دي كارثه. يعني ايه طفل 18 سنة وانت بتخلي 18 سنة ده عضو برلمان عندك، بتديله الحق ان بقى عضو مجلس محلي او في البرلمان، وانت بتقول لي ارفع سن الطفولة شوية، وانا زي العبيط وخدتها ورفعت لاسباب ضعف عندي حاجات معينة. ففي لازم نعيد صياغة الكلام اللي بيجيلي. ليس كل ما يقال يصدق، ليس كل ما ناجح هناك ينجح عندي. يعني انا ليا طبيعتي، ليا تضاريسي، مش ان انا ابقى يعني انا ما اقصدش ان انا ابقى كما انا، لكن لازم زي ما بقول لحضرتك اجيب الثقافه دي واهضمها، وبعدين تبتدي تطلع الصح فين والغلط فين. لكن ما ينفعش تخلي طفل 18 سنه ازاي؟ وشاهد ربنا ده في السويد واحده سويديه قالت الكلام ده، قالت ان احنا الشاب عندنا 18 سنه من حقه يترشح في المحليات. يا ولاد الابرسه، وقعدتوا تعملوا فينا لغايه ما رفعنا احنا سن الطفوله، خليناه 18 سنه ممكن يرتكب جريمه كامله واحاسبه على انه حدث. ده 18 سنه في القانون المدني بيدير تجاره، بيدير تجارته، القانون المدني بيديله الحق القاصر اللي عنده 18 سنه يدير التجاره بتاعته، وما نعمله طفل. ففي امور كده ما تعرفيش ضعف مننا ولا لاننا فعلا. يعني ساعات بحزن لما احس كده وبرجع اقول لا معلش احنا هنقف تاني وهنعمل دوا، وكلنا لازم نسعى ان تقوم بينا. ما هي من غيرنا مش هتكون، واحنا من غيرنا ملناش وجود. يعني من غير مصر ملناش لازمه، وهي من غير مواطنيها الدنيا مش أرض. طب أسئلة صغيرة كده سريعة، رأي حضرتك في التقاليد اللي لسه موجودة في الصعيد، زي إن الست ما بتورثش؟ ده ناتج عن إيه؟ ده ناتج عن فكر رغب، يعني تناقض عجيب، يعني تلاقيه تناقض عجيب عند المصريين دول، بس برضو ممكن هيتخلصوا منه. يعني عندك احنا كمسيحيين والاسلام بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، حلو، وفي تشريعات الانثى بتاخد اكتر كويس، وعايز بياخد الشكل ده ويقول لك لا لا ويروح ركنه مخبيه كده زي الاطفال مش عايز يعلنه. طب ما انت بتقول الدين والشرع والمش عارف، اشمعنى الشرع جه عند الراس واختفى؟ فده مش يتسال بس القانون والقائمين. يعني انا كمسيحيه بخضع طالما الوالد توفى دون ان يتصرف في التركه يبقى اوتوماتيك بخضع للشريعه الاسلاميه، وهي اللي بتنص على ان للذكر مثل حظ الانثيين. لكن ده ما بيحصلش حقيقي، لكن مع شديد الاسف هتلاقيها تيجي ليها ميراث عند ابوها، والدها توفى او والدتها وليها ميراث، وتيجي عايزه تاخد ميراثها
تبص تلاقي الدنيا طلعت وازاي، وتاخد الارض وتديها الراجل تاني، والارض تنقص ومش عارفه ايه، طب عوضوها بقرشين. الله، انا حامله اسمه وانت حامل اسمه، وفي نفس الوقت المساله من اتنين، للذكر مثل حظ الانثيين، هو بياخد اتنين وهي بتاخد واحد، ومعكوسه برضو، هي انت هتاخد اتنين في التانية، يعني التلات تلاتة اهو في بيت واحد، هو خد اتنين في مرة وهي خدت واحد، التانية وهكذا. ليه؟ ودي لانه برضو هنا القانون بقى الضعف. بس القانون بيكفل لها حقها في الميراث، لكن التقاليد بعد ايه؟ بعد ايه؟ سنين ما تقدرش توصل لحقها بالقانون، سنين، لسبب لان القضاء بطيء بطيء. فانت هيجي يقول لك تاخدي 10 جنيه، هتقولي ما انت هتبصي كده تقولي انا علشان اخد مثلا ال 20 جنيه انا هاخد 10 دلوقتي نص، لو انا ليا 30، لو انا ليا 50 جنيه انا هاخد 10 النهارده، وليا 50 جنيه هاخدهم بعد حوالي 20 سنه. فبتقولي لا انا محتاجه هاخد ال 10 في حين ان انت ليكي 50. واخد بالك؟ ليه؟ لان الامور كلها متداخله ومتشابكه، مش بس عادات التقاليد بتاعت الصعيد والقضاء اللي بيركنك بالسنين علشان الحق واضح والتقسيمه معاك تقسيمه دينيه قبل القانون، تقسيم دين وشرع، وبعد كده جه القانون صدق على ده، وللاسف الشديد. فهي مجموعه حاجات بتخلي احنا على فكره محافظه اسيوط من اسوأ المحافظات في الميراث، من اسوأ المحافظات في الميراث محافظه اسيوط. ده تقرير كان طالع بكده، البنت ما تورثش. ده مع الوقت على فكره، انا حتى كان عندي في البلد ده موجود، لكن ابتدى عارفه بخجل، لان هي ما كانتش تقدر تطلب. يقولوا ايه؟ يقولوا جوزها عايز مش عارفه ايه. دلوقتي لا، ده مش جوزك، ده حقك انت بنت الراجل ده وبنت الست دي، وحقك في الارض دي زي اخوك بالظبط. حتى لو انا لما كان حد يجي لي في الامور دي كنت اقول لها انت محتاجه قوي مثلا، فتقول لي انا ليا كذا، ابعت لاخوها انت وجبك انت، وهي لا، هي امك يعني نزلتك وما نزلتهاش، ما انت واحد، انت ليك كذا وهي ليها كذا. فالاقي ظروفه مثلا شويه صعبه يعني، فاقول لها طيب معلش احنا ايه رايك نتنازل عن دي وناخد دي، طيب بلاش البيت، بلاش تاخدي في البيت باعتبار هو قاعد فيه، وانت اتجوزتي وليكي بيت، احنا هنقسم في الارض. كويس؟ طيب هو هيشتري الارض، قيمه الارض دي بكام؟ هي الفكره انت شويه بشويه، قيمه الارض دي بخمسه جنيه، انت ليكي فيها اتنين ونص مثلا، ليكي اتنين، خلاص هتشتري؟ اشتري، لانك انت مش تقدري مره واحده كده، ما حدش يقبل. لكن هي عايزه برضو كل ده مع الوقت، مع الوضع الاساسي وهو تطبيق القانون، ان انا لما اجي ارفع دعوه ما يضحكش عليا، مش هقعد لي يا ريت هقعد سنه، بقول لك ممكن بال 20 سنه دعاوى الميراث بتقعد، على ما تعملي ريع وتعملي فرز وتجنيب او تعملي تثبيت ملكيه في الاول، لو الارض مش ثابته مش مسجله، فانت بتعملي تثبيت ملكيه وتثبت ان الارض دي ارض ابوكي، وبعد ما تعملي تثبيت ملكيه تعملي فرز وتجنيب للملكيه دي، وبعد ما يفرز ويجنب تاخدي الريع بتاعك، تاخديه امتى؟ يعني مجموعه حاجات تكوني عيالك يعني بعد عمر طويل بيدوروا على ميراثهم فيك وانت لسه ما خدتيش حقك. فهي فكره التقاضي رقم واحد، الاعراف اللي بتتعارض مع الدين، وان احنا شكلا ناس متدينين. يعني انا دايما اقول احنا متدينين شكلا، بنختار الحاجات اللي تخدمنا، اللي تخدم الرجل يعني، واللي تقول للست قومي انت زيك زيه، بنحطها زي الاطفال ورا. للاسف الشديد حضرتك ضد نسبه الكوتا؟ بصي انا هقول لحضرتك حاجه، انا لما كانوا في البدايه قالوا عايزين كوتا للاعضاء، انا ضد ده، لا مش عايزه كوتا للاعضاء، لا طبعا. ولا المرأة؟ مع حساسية الوضع علشان أكون أمينة معاكي،
لما اقول قوتا للاقباط انا خليت فصيل راجل وامراه عملته وهو مش يعني مش عايزه اقول مش مهضوم حقه يعني الابتي ممكن يعافر وياخد منصب هنا ويبقى هنا كرجل وامراه. فانا ضد الكوته دي, ضد كوته الاقباط بشكل قاطع ومش هغير رايي لان انا نسيج. انا كده انا دايما اقول لهم لما بتعمل النول لما تيجي تسحب خيط على طول القماشه دي بقى فيها ديفور لان في خيط اتسحب منها. انا لو انا جيت رحت سايبه الشده الخيط كده وخليت الاقباط كوته يبقى انا كاني بقول لهم انتوا جماعه مش في المجتمع دوت ومش عايزين, وانا عشان تاخدوا حقكم انا مضطريه لكن عملت ديفور. المراه تختلف لان هي من الجنسين من كل المصريين هي نص المجتمع. يعني لما اجي اعمل كوتا للمراه كويس نصف المجتمع, نصف المجتمع المصري معطل معطل. فانا من الكوتا ما بقولش دي قبطيه ولا دي مسيحيه لان كلنا اقباط انا اعمل كده, دي مسيحيه ولا دي مسلمه انا هاخد مراه لان المراه مهضوم حقها بالزياده لان المراه بيتكلموا عنها بيقولوا لها انت ضعيفه انت ما ينفعش انت عندك حاله خاصه شرعيه انت مش عارفه الراجل راس المراه وانت مش عارفه ايه لا المراه لا الكلام ده. فانا ممكن اطلعها واعمل لها مؤقته. يعني انا كنت مع الكوته المؤقته للمراه لفتره معينه لغايه ما تثبت جدارتها في المكان اللي هي فيه وبعد كده اقول لها بقى خدي انت بقى نجحتي انت وشطارتك انت وعلاقاتك انت وكذا انت وانت 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 فتبتدي تخوض حتى لو باقليه. وعلى فكره احنا دايما بنقول المرأة لو بصيتي في كل ده مش ضد المرأة, انا بقول لك انا بتكلم بامانه في كل دول العالم هتلاقي البرلمانات نسبه الرجاله مرتفعه عن الستات. يعني ده وضع مش ما يضايقنيش على فكره, يعني ما يضايقنيش انا كامراه. لكن حضرتك شايفه ان لكن كوته الاقباط لا لا حضرتك شايفه ان المفروض يبقى فيه مساواه وهي واخده حقها بالكامل فيبقى مش محتاجه نسبه الكوته كامراه. يعني كامراه وكوته مش عارفه ايه هي لها الحق ان هي تنزل وتخوض بس لان ثقافه ما احنا البيضه الاول ولا الكتكوت. ثقافتنا ما زالت شوف حضرتك عشان انا اول عمده وعمده ست ومش عارفه ايه وكده لكن في البلد تقبلوا. يعني مستقبلا لو جت واحده تانيه وعندها نفس الرغبه والقدرات وحبت ترشح لمنصب العمده هتبقى اسهل من هتبقى عمده. طب رئيسي على هذا حواليكي العمد اللي حواليكي استقبلوا الخبر تعيينك كعمده في وسطيهم ازاي؟ في بعض العمد انا ارجل منهم لو هيعتبروا عادي سوري يعني في التعبير لو هتعتبريها بالكذا لا انا كنت عند انا في يعني من كتير يعني لكن كانوا بيتعاملوا معاكي عادي كعمده حضره العمده وحضره العمده والافراد في القريه بتاعت حضرتك طبيعي يعني العاده بتاعت السعيد ان هم متعودين العمده بتاعهم راجل فاتقبلوا ازاي فكره احيانا على فكره يعني احيانا الغفر كانوا ما يأنسوش كانوا يكلموني عمده على ان راجل. طيب عمده ده فيه ناس جات لك اقول له جات لك اعمل له كده ده فيه مش اقول له هي اقول له عمده هو اقول لها كده يعني باخدها بشكل مبتسم علشان ما لكن ما كانش فيه عداء للفكره لا 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 خالص صدقيني لا بالعكس. القضيه اللي بتشغل بال ايفا هابيل القضيه اللي بتشغلني دلوقتي مصر صدقيني ازاي نبقى ايد واحده ازاي يبقوا المصريين خايفين على مصر مش اكتر من كده. انا حتى في صلاتي حتى لما بصلي يعني اقول يا رب يعني خد بالك من مصر ردها تاني قويها خلي المصريين يرجعوا مصريين تاني بيحبوا بعضهم ويعيشوا. انت لما ساعات لما تفتحي التلفزيون وتلاقي ام كلثوم ابيض واسود ما تقدريش تفرقي اهم هم دول مش يعني الحياه فيها ده فيها الصلاه وفيها الفرح وفيها الحزن وفيها البكاء وفيها الضحك. الحياه مجموعه حاجات مش كلها يعني مش كلها همبكه يعني فيها كل الحاجات دي والا ما تبقاش حياه.
الحقيقه في خلاف بين المسلمين والمسيحيين موجود. يعني انا دايما لما حد يقول لي في خلاف كذا اقول لهم يا جماعه ده طبيعي، ما ده جاري، هختلف انا وهو على حيطه على مش عارفه ايه. المهم ما فيش حد يصعدها بجمله اقباط مسيحيين ومسلمين. انا جاري، انا لما بتخبط في الشارع ممكن اتخبط في واحد مسلم، فمش مش عشان انا مسيحيه هو ما يعرفنيش، هو ما يعرفش عقيدتي. انا اتخانقت انا وهو اثنين مصريين في الشارع. يعني فكره ان انت تدي لكل حاجه حجمها، وفي نفس الوقت الخارج اللي خارج عن الفكر ده يبقى ليه عقاب، علشان ده جارك ده اخوك ده ابن البلد ده كذا. يعني تبتدي تتغرس فينا دي من تاني. يعني انا مصدقه ده وصحابي عارفين ده، لكن في نفوس ضعيفه، النفوس الضعيفه دي ما احتدش معاها، لكن بالراحه نبتدي نوعيهم ان احنا ملناش غيرها، وان لا دول هيسيبوها ولا دول هيسيبوها، احنا قاعدين فيها احنا الاثنين، بناكل من خيرها احنا الاثنين، نقويها احنا الاثنين، نضعفها احنا الاثنين. رساله صغيره للمراه المصريه هقول لها انت صناعه الهيه كما ادم تماما، صدقي ده واشتغلي على انك كيان كامل، وان عندك نفس القدرات، ومحدش يضحك عليك ويقول لك انك ضعيفه على الاطلاق. انت عندك كل القدرات اللي جميع الاعمال التي يستطيع ان يقوم بها ادم تقوم بها حواء دون اي تمييز، لان عندها نفس القدرات. فيعني بقولها انت مش ضعيفه، انت قويه وتستطيع. اشكرك، ميرسي لوقت حضرتك.